يعني إحياء ذكرى الانطلاقة هو تأكيد على مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة. الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى الآن وهو يتعرض لشتى أنواع العدوان، رغم أننا أعدل قضية على هذا الكون، ورغم أن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يدعمنا في حق تقرير المصير وإقامة الدولة، إلا أن سياسات العدوان مستمرة ونضال الشعب الفلسطيني مستمر. إحياء ذكرى الانطلاقة هو تصميم وإرادة فلسطينية قوية على مواصلة ضرب النضال والتضحيات إلى أن نصل إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. إن الإنسان الفلسطيني اليوم يعتبر أنه إذا لم يفعل شيئا في يومه من أجل وطنه فهو غير موجود، ولذلك وجوده أصبح يتحقق فيما يفعل. وعلى الشعوب العربية الإسلامية أن تكون لها نفس الإرادة، لأن وجود العدو الإسرائيلي في كياننا هو طعنة لكل إنسان عربي ولكل إنسان مسلم، لكل الدول العربية الإسلامية، لكل الذين أولئك الذين يصمدون مع الثورة الفلسطينية هم الأوفياء، هم رجالات الذين يمكن التعويل عليه. أما العملاء الذين يتكلمون بلغة غير لغة الوفاء لفلسطين فهم أولئك الذين باعوا أرضهم وباعوا إيمانهم وباعوا شعب فلسطين وباعوا الشعوب العربية والإسلامية، فلعنة الله عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.